الحوار النهاردة مثير جدا، لأنه النهاردة حوار ماذا يكون الثمن إذا استسهلنا. هذا هو عنوان النهاردة. طبعا اسم كبير وقيمة علمية كبيرة وضيف عزيز علينا جدا بلا شك، طبعا أستاذ الأساتذة واحد من كبار جراحي المخ والأعصاب ليس في مصر ولكن في الوطن العربي، واسم عالمي متميز، هو أستاذنا الأستاذ الدكتور يسري أنور الحميلي. كل مريض عنده تشنجات لابد انه يعمل اشعه برنين مغناطيسي. انا في مكان غير مسموح ان انا وانا بشيل حاجه ادمر حاجه ثانيه. بالظبط. جراحه الملاحيه اولا يعني يبقى في حاجه بتصور لك المكان اللي انت بتشتغل فيه ده وتركبه على اشعه المريض. في وحمات دمويه بتعمل تشنجات قبل ما تعمل نزيف بكتير. هل يفرق نزيف حاد من نزيف لسه مينيمال؟ معظم النزيف بيجي حاد. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور. منور الدكتور. ربنا يخليك. هل ندفع الثمن غاليا جراء التساهل والاستسهال ولجؤنا إلى أساليب غير منطقية؟ الحقيقة طبعا يعني مش صح إن احنا نلجأ إلى أساليب غير منطقية أو أساليب غير علمية في التعامل مع مشاكلنا بشكل عام، والكلام ده بيبقى شديد الخطورة في الطب وبأشد من أشد ما يكون خطورته في مجال العمود الفقري. ليه؟ لأن مجال العمود الفقري عشان ده مجال صعب ومجال التحدي فيه كبير جدا، وعشان الجراح ينجح فيه ويبدع ويطلع نتائج مرضية للمريض صعب جدا، فالناس بتضطر انها حاجة من اتنين، يا يهرب يا اما يدور على واحد يبيع له الوهم. وما اكثر من يبيعون الوهم، ودايما بتبقى التجربة المريرة دي يعني هي صحيح بتعلم لكن التعليم بتمنه. فدايما بنقول احنا دورنا، ويمكن احنا بنستقطع وقت من وقتنا ان احنا نيجي في الميديا ونتكلم، وبرنامجك له دور كبير جدا في المجال ده، ان احنا نوعي الناس ونفهمهم ان العمود الفقري ما ينفعش فيه يعني يا ابيض يا اسود، ما ينفعش فيه رمادي. اهو ده بقى المجال اللي ما ينفعش فيه غير المتميزين. عشان تبقى بتعمل حاجات في العمود الفقري لابد ان انت يبقى معاك امكانات. انت بتتكلم في تجهيز بملايين الدولارات مش الجنيهات، والكلام ده محتاج تدريب عالي جدا. الناس اللي بتقعد برضو سمعت في الميديا حاجات في الاونه الاخيره بيقول للناس ان هو الجراحات الملاحيه دي احنا بنستخدمها في نطاق ضيق جدا. ازاي في نطاق ضيق جدا؟ اذا كان اوضه العمليات الحديثه لابد ان تكون مجهزه بالجراحه الملاحيه. ما عادش مقبول في مجال جراحات المخ، المخ بالذات تحديدا، ان احنا ندخل نعمل عمليه بدون ما يبقى معانا الجراحه الملاحيه، زي ما عادش مقبول في مجال العمود الفقري ان احنا يبقى عندنا الايمج جايدد سيرجري او الجراحه في وجود جهاز الاشعه، سواء كانت الاشعه دي اشعه مقطعيه، اشعه رنين، اشعه ثلاثيه الابعاد داخل غرفه العمليات. الكلام ده هو منظومه التقدم والتكنولوجي. ما بقاش اختيار بقى ان انا اعمل بدي او ما اعملش بدي، هو انت بتركب عربيه اوتوماتيك ولا بتركب عربيه مانوال. النهارده انت مسافر رايح مشوار بعيد، هتختار تاخد العربية المانوال وتسيب العربية الاوتوماتيك، ولا خلاص كل الناس بقى دلوقتي قليلا ما تجد عربية مانوال؟ ليه؟ ده تكنولوجي بيساعد اكتر، بيقدم نتائج احسن، بيدي سرعة، بيدي مهارة، بيدي تفرد، بيدي نتائج مذهلة بتنعكس على المريض. بس ما نخليش حد يضحك علينا، اللي ما بيعرفش يعمل المجال ده هيحط لك فيه 100 عيب. زي ما بيجي لعيان يقول لي الجراحة بالمنظار، لأ أصل دي بترجع. إزاي بترجع؟ هي عملية الجراحة بالمنظار هي عملية كاملة متكاملة
يتم فيها كل شيء. يعني مثلا الغضروف العنقي كان قبل المنظار حاجه صعبه مش سهل. صعبه جدا ولا زال كل اللي بيعمله من غير المنظار. احنا شايفين الغضروف العنقي في احتكاك مباشر مع العصب والحبل الشوكي. هنعمل ده ازاي؟ من خلال فتحه صغيره، ساعات بنعملها كده ورا بتبقى متداريه بالشعر، وساعات بتبقى الفتحه صغيره جدا بتبقى تتقفل بطريقه تجميليه ما تبانش في الجلد خالص، وبناخدها مع الخط بتاع الجلد اللي هو اوريدي فيه خط باين. وهندخل بقى بالمنظار هنشيل غضروف كبير جدا، هي نفس العمليه الجراحيه، مع الفارق في الجراحه هيشيل كل العظم الاصفر اللي احنا شايفينه ده بالكامل عشان يوصل للمكان اللي هو عايزه. لكن لو معاه منظار، المنظار ده بيدخل من زوايا ضيقة من مساحات صغيرة جدا جدا وما بيحتاجش فتح كبير، فبالتالي أقدر أدخل بالمنظار على الغضروف مباشرة دون أن أحدث أي احتكاك أو لمس للعصب أو الأصفر اللي احنا شايفينه ده اللي هو الحبل الشوكي العصبي. وبالتالي عملية الغضروف العنق المعقدة الصعبة اللي كانت مليانة مشاكل أصبحت من أسهل ما يكون، والأسهل فيها كمان أن الفقرات العنقية بنستخدم فيها الغضروف الصناعي أحسن بكتير جدا من استخداماته في الفقرات القطنية. شوف بقى دخلنا إزاي، فتحة صغيرة جدا والآلة اللي احنا داخلين بها عبارة عن إبرة إبرة مكبرة شوية. هو ده المنظار بالظبط، هو ده المنظار. بس المنظار هنا ما بيعملش شفط ونخرج، لا، المنظار هنا بيعمل عملية كاملة متكاملة يتم بها استئصال الغضروف بالكامل زي ما احنا شايفين، وبنستأصل الجزء التالف من الغضروف ونسيب الجزء الكويس السليم، لان ده بيؤدي وظيفة وبيؤدي دور، مفيش داعي ابدا ان احنا نبوظه. التمدد الحراري والانزلاق الغضروفي، ايه التمدد الحراري؟ التردد الحراري. التردد الحراري ده برضو تكنولوجي، ده علم تاني وتكنولوجي تاني، وفي الجديد وفي الحديث، يعني في حاجات حديثة وفي حاجات قديمة. احدى صيحات التردد الحراري هي التردد الحراري المقنن اللي هو بيأتي في هيئة دفعات او بالسد راديو فريكونسي. راديو فريكونسي البالسد ده ما بيحدثش تلف للأعصاب، فبالتالي ما عدناش بنشوف بقى المشاكل اللي كنا بنشوفها. احنا بندخل بإبرة إبرة ببنج موضعي، ما بنحتاجش بقى نفتح ولا اي حاجة خالص، والإبرة دي بتدخل لنا إبرة رفيعة جدا جدا على الغضروف. بس هنا بقى لابد ان الغضروف ما يبقاش فرقع، ما يبقاش وصل لمرحلة متناهية. ده بنلحق بقى المريض في المراحل الأولى وندخل بالتردد الحراري، بنغير طبيعة الغضروف المتآكل اللي عمال يدي ألم إلى غضروف صحي وفي وضع صحي أحلى، وبالتالي الغضروف بيرجع يمر بالمسار الطبيعي وما ينزلقش وما يحصلش المشكلة اللي المريض خايف منها. بس ده نعمله إمتى؟ لما نبقى جايين بدري، لما نبقى في مرحلة مبكرة، لما تكون الحالة لسه مايلد، تكون الحالة لسه مبكرة. دي الثقافة اللي لازم الناس تذكرها من دلوقتي. بس ساعات بقى الأمر يترك لتزحزح فقاري بقى، الفقرات بتبدأ تتحرك من بعضها، وده بقت كتير اليومين دول نشوف لك. وشباب، بشوف شباب صغيرين، ليه الشباب بقت عندهم المشاكل دي؟ الحقيقة طبعا في الآونة الأخيرة تغير استخدام التكنولوجي استخدام خاطئ، ان احنا ما بنلعبش رياضة طول الوقت، بنبقى قاعدين بنذاكر. الولاد بيقعدوا يذاكروا على الأسرة، وبيقعدوا يذاكر على كرسي الأنتريه، وبيقعدوا يذاكروا في الكافيهات، أماكن المفروض انها مش معدة للمذاكرة، دي معدة للترفيه. والقعدات اللي بيقولوا عليها عادات شبابية، تبص تلاقي الواد قاعد منضجع كده، يقول لك عليها أصل ده شباب قاعدين مع بعض، هو في إيده التليفون أو التابلت ونايم كده، ومش محتاج بقى مكتب وكراس ويقعد يكتب. احنا استخدمنا التكنولوجي خطأ، وبالتالي بقينا نشوف مشاكل في العمود الفقري. في والانتريهات يا فندم، تصميم الانتريهات والكراسي، فاكر زمان الكراسي كلها بتاعتنا زمان، الكرسي بص تلاقيه كده 90 درجه، الواحد قاعد سدد ظهره كله قاعد بتاع. الانتريهات دلوقتي تلاقي الانسان بيغوص فيها، لانها مش معده للقعده الطويله ولا للمذاكره. كل حاجه ليها غرض، دي حاجه ترفيهيه بنقعد فيها وقت صغير قوي، او بنقعد فيها مسترخين لان احنا بنتفرج على تلفزيون او حاجه، لكن ما نقعدش نعمل بها شغل ونقعد على نؤدي بها عملنا زي ما بيحصل مع الكثير مننا، وبالتالي هيبقى في مشاكل، لان هقعد غلط، هلف رقبتي غلط، هلف ظهري غلط، هينحني العمود الفقري في وضع مش صحيح، هيؤدي الى تآكل في الغضاريف، ومن ثم هنبدا نشوف المشاكل التانيه.
هنا بقى الجراحة الملحية له دور في التعامل مع ده. تثبيت الفقرات في أحدى صيحاته بنعمله إزاي؟ الشكل ده مكبر، ما يغركش إن دي حاجة كبيرة، دي حاجة صغيرة جدا. لما نشوفها بتركب على الفقرات، دي الفقرة عندنا المفصل ده تلف وأصبح مش ماسك كويس، والفقرة دي غالبا هيبقى معاها خشونة وضيق في القناة العصبية، هيبقى معاها انزلاق غضروفي، هيبقى معاها تزحزح في الفقرات. هنصلح ده إزاي؟ بندخل بآلة بسيطة جدا، ومن غير ما نفتح بقى، ومن غير ما نشيل عظم، ومن غير ما نعمل الكلام ده يا جماعة، علم مش أي حد بيعمله. ما تخلوش حد يضحك عليكم ويقول لكم إن الجراحة العادية أحسن وأفيد، ما فيش الكلام ده. ده أنت بتحافظ على اللي خلقه ربنا بكل طريقة، علشان عمرك ما هتعوض الحاجة. شوف إحنا بنركب ده على الجزء اللي تالف من الفقرة، مفيش داعي بقى أشيل عظم من الفقرة، مفيش داعي إن أنا أدخل شريحة بقى ومسمار قد كده، حجمه صغير جدا. لو شفناه لما الفقرات بتيجي في وضعها الطبيعي دلوقتي وهو راكب، بيبقى راكب في مكان ما بيسببش ألم للمريض، المريض شوف شكله إزاي، المريض هيقدر يتحرك، هيقدر يوطي، هيقدر يتني، هيقدر يفرد، هيقدر ينام في أي وضع هو عايزه. والأهم من كده إنه هيخرج من غرفة العمليات على طول هيقدر يقف ويقعد ويتني. دي غرفة العمليات الحديثة، كل المربعات اللي احنا شايفينها دي أجهزة. أجهزة يعني إيه؟ يعني مكان لابد أن يكون مجهز تجهيز عالي جدا. يبقى لما بنقول احنا بنتعامل مع مركز أو مستشفى كبيرة، لابد إن احنا ناخد بالنا ما تبقاش أوضتين وصالة والناس تضحك عليها وهيدخل يعمل عملية وخلاص بالطرق التقليدية. ده بقى إزاي المنظار بيدخل؟ ازاي المنظار بيدخل؟ المنظار ده وراه 100 حاجه تانية بتساعده. في جهاز اشعه اهو على الشمال بيورينا المنظار دخل فين، في جهاز تاني مونيتور بيورينا الحجم الغضروف شكله ايه. احنا داخلين كمان مكبرين الصوره بالمايكروسكوب، وفي شاشه بتعرض عشان الممرض اللي واقف يبقى فاهم. النهارده انا في غرفه العمليات باشاره بعيني، الممرض والممرضة بيبقوا فاهمين انا لازم عايز في مورك محترف طبعا. لازم يكون ده مجموعه تمريض خاصه بجراحات المخ والاعصاب، مش مجموعه تمريض عاديه بالظبط. مش بقى واحد شايل شنطته بيتنطط من مستشفى لمستشفى، ودي غير دي ودي غير، ما ينفعش الكلام ده. النهارده العلم الحديث بيخدم لما نبقى انت تعمل عمليه في مكان مؤهل، تبقى تستاهل اللي انت عملته والمجهود اللي انت عملته. ما تخليش حد ياخد منك فلوس قد كده في كلام فاضي. شوف المنظار هيدخل من فتحة صغيرة جدا، هيشيل غضروف زي الجراحة ما بتعمل بالظبط، بل أحسن من الجراحة، لأنها هتتأكد تماما أنك شلت الغضروف الصحيح وبنفس المقدار المطلوب، لا أكتر ولا أقل. ما بتستناش بقى أن أنت تبص بعينك المجردة وتقديرك الشخص اللي ممكن يختلف. وشوف الجرح قد إيه، بلاسترة صغيرة زي بتاعة التعويرة اللي اي حد فينا يعني زي بالظبط العمل اللي قبل كده، منظار مثلا مراره مش عارف، عارف فتحه المنظار عامله ازاي بالظبط. يعني هي فتحه عباره عن فتحه اقل من قطر الالم الجاف، وبالفتحه دي عملنا عمليه كبيره كامله متكامله، وطلع للمريض الغضروف بتاعه في ازازه، مش مجرد شفط وهيرد تاني. الكلام ده غير قابل لانه يحصل، لان ده علم ما هوش فهلوه. الناس كانت تسمع عن حال الفقرات دي وتهيئ لهم ان دي عمليه يعني نقول عليها هلمية، عملية مستحيل، عملية من المستقبل، زي مثلا بالظبط كده بنجيب عربية ببانها مش عارف تفتح ازاي وبتاع، يقول لك العربية دي مستقبلية عربية، لكن دي عملية دلوقتي موجودة وبتتعمل، حقن الفقرات المكسور. ده شوف ده لما انا دخلت التكنولوجي ده مصر في 2006 وسافرت ألمانيا عشان اخد لايسنس فيه، وبقى جاي معايا الحاجات القوية اللي تخليني اشتغل وانا على ارض صلبة، كنت عامل زي اللي بيدعو دعوة لبلد، يعني حاجة غريبة جدا. كان بعض الأطباء بيتريق إزاي هتصلح فقرة مكسورة، إحنا محتاجين ندخل نحط شرايح ومسامير ومش عارف إيه بإبرة وبلونة، إزاي هو في بلونة؟ هو إحنا بنعمل قسطرة قلب؟ شوف بقى النهاردة التكنولوجي انتشر، وأنا مبسوط إني بلاقيه انتشر. صحيح ما حدش بيستخدم البالونات لأنها غالية ومكلفة زي عندنا، لكن إحنا كنا رواد في هذا المجال. الفقرة أهي مكسورة، عملنا إيه؟ دخلنا مددنا الفراغ ده وفتحناه بالبالونة، وبعد ما اتفتح الفراغ ده بالبالونة هنحقن مادة. المادة دي عبارة عن مادة سائل بيتحول إلى مادة صلبة شديدة الصلابة زي الجرانيت. بعد شوية الجسم هيحول المادة الصلبة دي كمان إلى عظم طبيعي تماما. يبقى أنا حولت المريض ده
يعني بإبرة ببنج موضعي من عملية كبيرة جدا إلى حاجة بسيطة قوي بيعملها في نص ساعة، بيقعد في المستشفى ساعتين ويروح. بس مين يعمل ده؟ بكرر تاني، ما تخلوش حد يضحك عليكم، الكلام ده مش في أي حتة ومش أي حد بيعمله. طيب تلغرافين صغيرين، تلغرافين سطر وسطر، ماذا يحتاج المريض المصري الحديث الآن من معرفة؟ 1 2 3. أولا لابد أن يبقى عينه على اللي بيعمل له الكلام ده، الموضوع مش مجرد كلام، الموضوع جراح ومؤسسة وإمكانات وكلها بتتكامل عشان تصنع عملية ناجحة. الحاجة التانية ما تتأخرش، اوعى تتأخر، لأن التأخير كل ما بتتأخر كل ما الموضوع بيبقى أكبر فأكبر فأكبر. الحاجة التالتة اوعى حد يقول لك على الحاجات المتقدمة دي إنها لا 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 ده بتستخدم في نطاق ده، لا 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 أصله، لأن هو ما بيعملهاش، هو مش أشطر من الخواجات اللي احنا بنجيب منهم العلم. ما ينفعش، الهرم ما بيتقلبش، اوعى حد يقلب لكم الهرم. ربنا يخليك، اوعى حد يقلب لكم الهرم، خليكم دايما مع الدكتور.